كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مجموعة من الجولات التفقدية بيقوم بها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لفروع النادي الأهلي لمتابعة سير العملية الإنشائية وكافة الأمور في فروع النادي الأهلي. بدأها بالأمس بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر لمتابعة أيضا لكافة الأمور والعملية الإنشائية ومراحل العملية الإنشائية في كافة المشاريع الموجودة بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. واليوم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قام بجولة تفقدية لفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد لمتابعة أيضا العملية الإنشائية وسير الأمور. يسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي المهندس سامح علي كامل. باشمهندس برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. باشمهندس الكابتن محمود الخطيب حريص على متابعة كل كبيرة وصغيرة ومتابعة سير العملية الإنشائية في كل الفروع دائما باستمرار. أنت لمست كده معانا امبارح في زيارة أهل مدينة نصر، على فكرة زيارة مدينة نصر امبارح دي كانت الزيارة الثانية، كان في زيارة من شهر تقريبا في مقر الشيخ زايد هنا. كابتن محمود جيب نفسه وتابع معايا كل الخطوات للعناصر الانشائيه اللي احنا شغالين فيها حاليا. احنا مقر الشيخ زايد دلوقتي احنا الحمد لله بدانا من 3 اشهر مجمع ملاعب سكواش، صاله كاراتيه، صاله. احنا لما جينا بدانا في اول خالص مع اداره كابتن محمود الجزاره، المجلس ما كانش فيه بالنسبه له دي امتى ودي شهر كام وسنه كام. احنا عندنا في جدول موجود هنشتغل على الجدول بالظبط ونخلص، حتى لو خلصت بدري مفيش مشكله، بس وخلاص في مشاريع معينه هتتنفذ بمواعيد نبدا وبدانا في كله. يعني احنا ما جيناش في حاجه على حساب حاجه، هي يمكن زادت اتاخرت شويه بحكم التراخيص وتعديل القرار الوزاري نتيجه مشاكل اللي احنا ما لناش دخل فيها، بس الحمد لله خلصناها مش هنتكلم في اللي فات وبنلحق نخلص الشغل المطلوب في زايد. زي ما انت شفت احنا دلوقتي في اخر رمضان تقريبا كل العمال وكده خلاص خدوا اجازه، احنا شغالين لحد يوم الخميس الجاي. يعني يوم الخميس الجاي عندي في صب هنا في الموقع، ودي يعني انت بحكم الشغل بتاعنا حاجه صعبه جدا، اخر رمضان الناس كلها خدت اجازه، العمال خلاص سافروا، لا احنا شغالين عشان نلحق اللي فات من زايد، نلحق ان شاء الله الفتره الجايه نخلصه باذن الله. باشمهندس عايز اختم بحضرتك بنقطه مهمه، يعني المرحله القادمه ايه وابرز المشاريع اللي هيتم الانتهاء منها خلال الفتره القريبه القادمه؟ بص طبعا المشاريع اللي في الشيخ زايد عندنا ان شاء الله باذن الله يعني متوقع باذن الرحمن كده على اخر السنه تبدا تبان للنور باذن الله. في حاجه هتبدا بعد العيد زي ما قلت لك اللي هو المبنى الاجتماعي والملاعب كره القدم، ده بالنسبه للشيخ زايد. بالنسبه لآل الجزيره احنا شغالين في تشطيب المدرج الدور الثاني عشان ان شاء الله نبدا نهد المدرج التتش بعد ما ننقل غرف السله والطايره واليد للدور الثاني في المدرج ده بالنسبه للجزيره، زائد بوابه الجزيره ان شاء الله معانا باذن الله. مدينه نصر انت كنت موجود معايا امبارح ان شاء الله برده مجمع ملعب سكواش يكون خلص، ويكون باذن الله قطعنا جزء كبير قوي او ما كناش خلصناه، كان نكون خلصناه كمان اللي هو الجراج السطحي في اهل مدينه نصر. طبعا التجمع الخامس بقى ده ماشي لوحده في موضوع تاني، شركه منفذه فيه شغاله على اعلى مستوى بكل جهد، ما بيتاخروش ملتزمين بالشغل برده الفتره الجايه معانا. لو خدت بالك كده انت بتتكلم في اربع فروع بالظبط، يعني احنا لو قعدنا نتكلم في كل مشروع ممكن الوقت ما يكفيناش، فالحمد لله ربنا يقدرنا ويقدر مجلس اداره النادي الاهلي على انجاز المشاريع دي كلها ان شاء الله، ويوفروا لنا السيوله الماليه اللي انا محتاجها. والحمد لله كل الدعم ليا ما بتاخرش في اي حاجه ماديه بطلبها ما بتاخرش عليا فيها خالص، والحمد لله ربنا يسهل ونفتح عشان خاطر اعضاء النادي الاهلي باذن الله. اقرب حاجه تفتح ان شاء الله عشان ليك انت يعني هو المقر الاداري ان شاء الله باذن الله، يعني المتوقع ان شاء الله باذن الله 30/6 باذن الله ان شاء الله. المقر الاداري بالشيخ زايد. بالشيخ زايد ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك يا باشمهندس. شكرا ليك يا فاروق، ربنا يكرمك وصوم طيب وعيد سعيد ان شاء الله باذن الله عليك وعلينا ان شاء الله. وحضرتك يا شكرا لك ان شاء الله. شكرا. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، ده كان لقاءنا مع المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي المهندس سامح علي كامل، تحدثنا من خلاله عن الجوله التفقديه اللي قام بها الكابتن محمود الخطيب لفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد لمتابعه سير العمليه الانشائيه ومراحل الانشاء وابرز المشاريع اللي هيتم الانتهاء منها مقبلا باذن الله سواء فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد او فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. كل التوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي بمشيئه الله.